نكمل بقى باشمهندس سليم. انت عارف ان احنا في الاخر بعد ما نطلع طريقه السمبليفايد ريسبونس او الفول ريسبونس بنحصل على الريش عند الاصول الايه؟ الاساسيه. قلنا القوه دي هنوزعها هنوزعها ازاي يا باشمهندس؟ هنعرف ازاي دلوقتي، بس قبل ما نوزعها هنفهم حاجه. احنا دلوقتي بعد ما حصلنا على القوه اللي بتسمع عند الاصول الاساسيه اللي هي نتيجه تاثير زلزالي، لازم نعرف احنا في طريقه تحليلنا لازم نشيك على حاجتين، سترينس ليفل وسيرفيس ابيليتي زي اي طريقه تحليل الانشاء. السبرنتس اللي هو خاص بالقوه في العناصر. يعني بتبقى في نص العناصر نرجع تاني القوه دي. طب السيرفيسابيلتي اللي هي اسمها طريق ديفورميشنز، اكسترنال ديفورميشنز او انترنال ديفورميشنز. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني احنا عارفين ان القوه اللي هي الشيب دي، عارفين ان القوه اللي هي الشيب دي هتسبب او هنوزعها على المقسوم الادوار. طب بعد ما وزعناها وعملنا طريقه تحليل انشائي او عملنا موديل التحليل الانشائي نفسه على فورس مع العناصر، مومنتس بقى ونورمال فورس وشيب فورس وتورشن ايا، فهنصمم العناصر دي على الانترنال ايه فورسز. ده بنعمل الاننس ايه ديزاين. في الحاله دي بنستخدم الالتر كود ايه كومبينيشن، يعني اي حاجه سبرنتس تبقى الالتر كود كومبينيشن، يعني مثلا 1.4 الدب زائد 1.6 الدرايف زائد مثلا العناصر ايه بس كويك او اي حاجه تحليل الالتر كود، واحسب منها على الانترنال فورس في العناصر وبصمم العناصر الانشائيه دي سواء كانت خرسانه مسلحه او نجيب القطاعات والفورس ميت سواء كان ستيك ستراكشر ونصمم القطاعات الايه والكونكشنز. طيب بس في نقطه مهمه شو نصمم القوات على الدرجات دي بنوزعها ازاي؟ طبعا احنا بنوزعها بنوزعها على طريق قانون وعباره عن زد اي في دبليو اي على سبميشن زد اي في دبليو اي في ايه؟ في البيش دي. طب ايه عشان زد اي ودبليو اي؟ قال لك هو زد اي هو ارتفاع كل دور من الاصول الاساسيات، يعني ستوري 1 ده بيدفع زد 1 منصوب اساسات، ستوري 2 بيدفع زد 2 منصوب اساسات، ستوري 3 بيدفع زد 3 منصوب ايه؟ اساسات. طب ايه دبليو اي؟ قال لك ده كده ستوري هايت فروم توب اوف فاونديشن. الدبليو اي ده الافكتيف ماس سورس بتاع كل دور اللي هو عباره عن ايه؟ ديب زائد نسبه من اللايف. تمام؟ تمام. بضرب ارتفاع كل دور مقسوم اساسات في الافكتيف ويت بتاع كل دور اللي هو الماس اللي هي عباره عن بنت نسبه من اللايف، وبقسمها على سمشن زد 1 في دبليو 1 زائد زد 2 في دبليو 2 زائد زد 3 في دبليو 3. ما حدش يجمع الزدات لوحدها والدبليو لوحدها ويضربهم في بعض، لا. زد 1 في دبليو 1 زائد زد 2 في دبليو 2 زائد وهكذا. اظن دي بسهوله اقدر احط ارتفاع الموشه ووزن ايه الفيكتيف ويت بتاع كل ايه؟ دور، واقدر احط ارتفاع السهوله بتاع كل دور. ساعات بيبقى وزن الدور ثابت فتلاقي الدبليو دي بتجمع الدبليو دي. في الاخر يقول لك ان الاف عند اي دور هي عباره عن زد اي على سمشن الزد اي في بيز ايه؟ ومن هنا نقدر اجيب الستوري فورسز اللي هي بنسميها الستوري فورسز او الستوري شيلز اللي هي اف 1 واف 2 واف 3 واقدر اسمي الستوري شيلز. دي بنسميها البيس شيل، دي بنسميها ايه؟ الستوري فورسز. نقدر نرسم علاقه اللي هي تمثل الستوري شيلز. يعني الستوري شيلز؟ يعني اقدر ارسم شيل عند الدور الاول، شيل عند الدور الثاني وهكذا، شيل عند الدور الثالث وهكذا. بنسميها الستوري ايه؟ شيلز. او الستوري ايه نقدر نحصل عليها من الستوري ايه فورسز. ممكن نقدر نرسم برضه الستوري مومنتس اوفر تايمز ايه مومنتس او الستوري مومنتس اللي هي مومنتس الناتجه من الفورسز دي اللي هي مثلا اف 1 زد 1 اف 2 زد 2 وهكذا. دي النتائج اللي نحصل منها على الفورسز. طب بعد كده تشيك اكسبيرنس هتشيك سيرفيسابيلتي ليفل. ايه سيرفيسابيلتي ليفل ده يا باشمهندسين؟ ان انا هتشيك ديفورميشنز. الفورميشنز يعني بتمثل هنا في موضوع زياده اللاترال ديسبيسمنت. اما القوه متاثر المنشا ده يحصل له ايه؟ لاترال ديسبيسمنت كده دلتا. مثلا دي دلتا 4 دلتا 3 دلتا 2 وهكذا دلتا 1. قال لك لازم تشيك على دلتا دي، ما لازم ليميت زي الديفليكشن. لو تشيك على الديفليكشن دي ليميت وهكذا. قال لك الدلتا دي بنسميها بريفت او لاترال ديسبيسمنت. التوتال دي بنسميها توتال دريفت. في حاجه ثانيه اسمها مهمه بقى جدا،
ستوري دريفت. التوتال دريفت هي يعني ايه كلمه دريفت؟ يعني ديسبيسمنت على الارتفاع. فمثلا انت فوق دي على الارتفاع كل ده اسمه توتال دريفت. اما لما اجيب حاجه اسمها انتر ستوري دريفت، لما اجيب دريفت بتاع التوتال والدريفت بتاع التوتال واجيب الفرق بينهم، هو ده اسمه انتر ستوري دريفت. اللي بتشيك عليه مهم جدا هو الانتر ستوري دريفت. ليه؟ لان يعني الفرق ده ما بين الادوار هو اللي بيولد اكسترا انترنال ايه؟ فورسز، اكسترا انترنال فورسز. فين ما كنا بنقول مثلا عندنا سبورت حصل ديسبيسمنت، سبورت الثاني ايه؟ ثابت، فبتولد مومنت هنا ومومنت هنا، فالفرق ده هو اللي بيولد ايه؟ اكسترا انترنال ايه؟ فورسز. قال لك الدريفت دي بمنتهى البساطه تقدر تشرح منها برضه بكيرفات من طريقه التحليل، وبتتشيك عليها ان في حاجه اسمها الدي اس او الدي ار، دي بيسموها ديزاين ديسبيسمنت. اللي انت بتحصل عليها من نتائج التحليل باستخدام الديزاين ريسبونس سبيكترال كيرف، بتحصل عليها باستخدام الديزاين ريسبونس سبيكترال كيرف اللي هو في ايه؟ الار، اللي هو في ايه؟ الار. طيب بعد كده عشان نستعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه هي عباره عن الدي لاستيك، اللي هي لاستيك هضربها في الار عشان تبقى ديزاين، صح؟ في السبعه على 10، ايه السبعه على 10 دي يا باشمهندس؟ لو انت مش بتسال على طول دايما ان اي سيرفيس ليميت بيبقى سيرفيس نوت كومبينيشن. يعني ايه سيرفيس نوت كومبينيشن؟ يعني نوت كومبينيشن مش مطلوبه في الاكتف اللي هي الدنت ذا الوايف ذا الابيس كويت مثلا، او الدنت ذا الوايف او مش عارف ايه دول فاكتورز. فعشان اقدر ارجع النوت كومبينيشن الارض اللي انا عاملها دي سيرفيس اضربها في 7 على 10 اللي هي تقريبا 1 على 1 ب 4 من 10 على اللي هي بتتحول الارض في ايه؟ وورد. فاقدر اجيب دريفت من القانون ده. قال بقى الدريفت بعد ما القانون ده خلي بالك بنضرب ليه في الارض مش مهندسين، ليه بكبر الديسبيسمنت اللي انا بقص عليها بتقول اه؟ لان اي ديسبيسمنت بتشيك عليها من سيرفس اللي هي مش ديزاين مش مخفضه. تمام؟ طيب طب انا حسبت على دي اس او دي ار دي. قال لك بقى فيها حاجه كمان بتعملها بتخفض القيم بتاع الدي ار دي. تضربها في فاكتور بتحصل حاجه اسمها دي ار دي مخفضه. الفي ده ريدكشن فاكتور بيعتمد على اهميه الموشن. فاكرين المعامل اللي هو اهميه الموشن؟ ايوه المعامل ده بيعتمد على نوع الموشن، على الموشن السكني، الموشن مش عارف مستشفيات، الموشن عامه وهكذا. كل موشن له درجه اهميه، كل درجه اهميه لها تقييم ايه؟ معين. بعد ما بخفض القيمه دي دي ار المعامل ده بحصل على دي ار دي. لازم القيمه دي ما تعديش ليميت معينه. ما حدش ليميت معين اتكلمنا في الاتش، يعني انت لو حسبتها تلت على اتش خلاص تقارنها بالارقام، حسبتها كديسبيسمنت ديسبيسمنت يبقى لازم نسبه من اتش 1.0 اتش 1.02 اتش وهكذا. فاهمني؟ طب ايه ثلاث حالات يا باشمهندس المفروض توصفهم ثلاث حالات يقول لك الحل اللي المنشأ فيه نون ستراكشر ايلمنت مش عارف ايه، في ستراكشر ايلمنت، في مباني وهكذا. فانا بمنتهى البساطه الاناليسيس بتاعي بحسب حاجتين، ان انا لازم تشيك ستانس بصمم العناصر على القوة اللي جايه من التاثير الزلزالي بعد ما وزع الفورسز على الادوار، وان انا بتشيك سيرفيسابيلتي ان انا بتشيك على الدريفت اللي هي حاجه اسمها انتر ستوري دريفت اللي هي بتحسب منها على القانون ده مخفضه بالمعادله دي وبتشيك على الليمت. وبالتالي كده انا درست التاثير الزلزالي او الهيفي بتاع المنشا كله اللي هو فورسز وديسبيسمنت. فورس وايه؟ ديسبيسمنت.